الدخان الأسود يتصاعد من داخل حاجز حرام الحطب. الدخان الأسود يتصاعد من داخل حاجز حرام الحطب ويغطي سماء الحاجز بعد استهدافه من قبل الثوار، تزامنا مع اشتباكات على مشارفه بين الثوار وبين قوات النظام. 13/6/2015. الله أكبر، هذه قذيفة على مشارف حاجز حرام الحطب. هذا الحاجز الذي بغى وطغى وعاث فسادا في الأرض، اليوم القذائف تنهمر عليه، اليوم القذائف تنهال عليه من كل حدب وصوب. هذا هو حاجز حرام الحطب بريف حماة الشمالي. الدخان الأسود يغطي سماءه. 13/6/2015، تزامنا مع اشتباكات ما بين الثوار وبين حراميه الحطب.